أدعو المتسابق مصطفى ساري من سفارة المملكة في اليونان الفرع الثالث. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ من قوله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما.
وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات وظللنا عليكم المن وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قد علم كل أناس مشربهم وظللنا أكمل قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام ها خلاص استمر وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حسبك. السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا يا صاحب قد كنت فينا قالوا يا صالح قد كنت يا صاحب يا صالح قد كنت فينا مرجوا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما أن نعبد ما يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من
قالت رسلهم أفي الله شك وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب تدعونا إليه مريب نعم وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير حسبك فما تزيدونني حسب بارك الله